هذا هو لبس أهل مكة القديم الزبون، تلبس العروسة أو أم العروسة وأم العريس، صار في غارو يلبس أبيض زي العروسة يعني. ما حد يعرف يميز العروسة من أم العروسة أو أم العريس كده. بس جميل، شيء رائع. هو شوفي هقول لك شيء، يعني الأشياء اللي فيه يعني مرة غريب، المدورة والمحرمة، الميداليونة اللي نلبسها، اللولو. بعدين يعني مثلا لازم تلبسي خاتمين يشبهوا بعض. طبعا قليل جدا الناس اللي عندهم لبسهم التراثي، فماما مثلا عندها، بس ماما طولها 5 فوت يعني 150 سنتي ما اقدر البس حقها. فالان في مجموعه من البنات بيحيوا التراث، وطبعا يعني بعض الشركات الصغيره اللي يلبسوا الناس اللبس السعودي من جميع انحاء مكه. لبسكم وايد جميل.